تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني موقف تسليم الوحدات السكانية لحاجزيها بالمشروعات السكانية المختلفة بمدينة العالمين الجديدة وشدد وزير الإسكان على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات لحاجزيها بمختلف المشروعات السكنية وسرعة إنهاء اللمسات الأخيرة لأعمال تشطيبات الوحدات السكنية كما تفقد الوزير سير العمل بوحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وكذا اعمال تنفيذ الوحدات السكانيه والفيلات واعمال المرافق بكومباوند مزارين بمدينه العالمين الجديده